السلام عليكم. النهاردة هعمل معاكم فطاير الجبنة بطريقة ممتازة هتعجبك جدا. مقادير بسيطة، وقت التحضير قليل، والنتيجة زي ما انت شايفة. هتنفع للفطار، للعشاء، للمدارس، واهم حاجة طبعا للمدارس. هتعملي وجبة تكفيكي طول الاسبوع لابنك او بنتك، مش هتحتاجي معاها اي حاجة خالص لان هي محشية جبنة جاهزة، وهتوفري وقفة كل يوم في تحضير السندوتشات. نص كيلو دقيق هيعملك كمية كويسة قوي وهتطلع ممتازة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف الطريقة مع بعض. نجيب طبق غويط في الأول، ننزل فيه بنص كوباية حليب دافي، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقتين كبار سكر، ونقلبهم مع بعض. نركنهم دقيقتين ثلاثة لحد ما نتأكد ان الخميرة بتتفاعل وشغالة. الخطوة دي مهمة قوي علشان ما نخسرش باقي المكونات اللي احنا هنستخدمها. تمام، الخميرة عندي انا عارفة ان هي ممتازة فهبتدي اشتغل على طول. نزلت بعد كده بربع كوباية زيت وقلبت. لو انتي قلقانه من الخميره او شاكه فيها، اعملي الخطوه الاولى عشان تتاكدي ان هي كويسه والنتيجه هتطلع معاكي مضمونه. تمام، طيب نزلت بالزيت. بعد كده هنزل بخمس كوبايات دقيق، ما يعادل 550 جرام من الدقيق. بعد كده هننزل برشه ملح، بعدها على طول كوبايه ميه دافيه. ممكن هنا نحتاج ربع كوبايه كمان او اقل او زيادة حسب نوع الدقيق. فاحنا هنحط في الاول بس كوباية مية دافية ونبتدي نعجن بالشكل ده لحد الدقيق ما يتشرب كوباية السوائل كلها، ولو لقينا ان الدقيق محتاج شوية كمان هنزود. هنا انا احتجت اقل من ربع الكوباية، نزلت بشوية صغيرين او من المية، ما كملتش ربع الكوباية، والدقيق عندي محتاجش اكتر من كده. فيبقى السوائل اللي احنا استخدمناها نص كوباية حليب، كوباية وربع مية او اقل شوية، وما ضفتش سوائل تاني غير طبعا ربع كوباية الزيت. نعجن كويس قوي. بعد كده ندهن ايدينا دهنة بسيطة قوي من الزيت، ونغطي العجينة ونركنها على جنب تخمر، ونبتدي نحضر الحشو بتاع الفطاير. عندي مكعب كده يعني معقول من الجبنة البراميلي، هحط عليه قطعة صغيرة من الجبنة القريش. انا هعمل هنا ميكس ما بين الجبنة الحادقة، تقدري تستخدمي اي نوع تاني، يعني جبنة برميلي، جبنة اللي هي الدمياطي اللي هي الاسطنبولي، او اي نوع جبنة انت بتفضليه. لو حابة تستخدمي الجبنة الكريمي على طول وتوفري الخطوة دي تمام جدا، هتديكي برضو نتيجة كويسة. لكن انا فضلت ان انا استخدم الجبنة البراميلي مع جبنة قريش مع 3-4 معالق من الحليب، ودول علشان يخلولي الجبنة بقوام كريمي. انا عايزاها كريمي بس متماسكة، مش عايزاها سايبة قوي في الفطاير تمام او جوه العجين. فانا ضربتها ضربة خفيفة كده في الكبة، بقت بالشكل ده. الجبنة بقت طرية قوي قوي زي الزبدة بس متماسكة مش سايبة خالص. خلاص كده الحشو جاهز، نركنه على جنب ونرجع نجيب العجينة. اختمرت طبعا ونضاعف حجمها، نبتدي نهبطها. وبعد كده هنبدأ في التشكيل. هجيب طبق وادهنه بفرشة زيت بسيطة، وهدهن ايدي برضو بدهنة زيت بسيطة علشان العجينة عندي طرية ولينة كده زي ما انتوا شايفين، فما تلزقش في ايدي. تقدري ان انت تعملي الخطوة دي في العجان، لو انت عندك عجان تحطي المكونات كلها مع بعض وتعجني لمدة 6-7 دقايق، بعد كده تسيبها تخمر. لو عجنتي في الطبق فبرضو مش هتاخد معاكي وقت كبير قوي، برضو 6-7 دقايق كده تهدمي العجينة كويس وتسيبيها تخمر. اول ما العجينة بتسيب جوانب الطبق وتحسي ان هي بقت طرية كده لكن متماسكة في نفس الوقت، كده بتكون اتعجنت كويس. وبعد كده لازم نسيبها وقت كافي قوي قوي للتخمير. تمام، بعد ما تخمر هنهبطها زي ما شفتوا ونبتدي نشكلها. بنقطعها لقطع كده قد بعض برضو بالتقريب، انا قطعت العجينة ل 12 قطعة. بعد كده برش رش الدقيق على الرخامة، بجيب اول قطعة انا قطعتها لان كده بتكون ارتاحت يعني دقيقة كده تقريبا، فببتدي ان انا افردها فبتتفرد معايا بكل سهولة. علشان العجينة معايا بقى طرية كده وناعمة ولذيذة، فبديها رش الدقيق علشان ما تلزقش في الفرادة او على الرخامة. فرش الدقيق كده على الرخامة ورش الدقيق على العجينة، ونبتدي نبططها بصوابع الايد. بعد كده نفردها بالفرادة، ونجيب حتة من الجبنة اللي انا لسه محضرها معاكم دلوقتي اللي هي الجبنة البراميلي مع القريش. وزي ما قلنا لو انت حابة تستخدمي الجبنة الكريمي او الفيتا فتقدر تستخدمها على طول. فردت العجينة بالشكل اللي شفتوه ده،
بعد كده حطيت الجبنة وقفلت عليها كويس الطرف. بعد كده هبتدي افتح حرف العجينة بالطول بالقطاعة او بالسكينة، ونبتدي بعد كده نعمل العجينة رول، نلف العجينة لحد ما نروح للفتحات اللي احنا فتحناها بالقطاعة ونلحم الحرف مع بعض. الخطوة دي انا فتحت العجينة للاخر. ففي طريقة تانية، علشان انتي ممكن وانتي بتشيل العجينة لو هي طرية معاكي تلاقي الحروف كلها متفتحة وما تعرفيش تتحكمي فيها. فهنشوف دلوقتي التقطيعة التانية، هي نفس التقطيعة بس مش هنوصلها للآخر. تمام، هنا برضو على حرف العجينة حطيت معلقة جبنة وفردتها كده يعني بالطول لحد ما، وببتدي أقفل عليها طرف العجينة، وهجيب القطاعة أو السكينة يعني المتاحة عندي، وهبتدي أعمل نفس الفتحات بمسافات كده يعني قريبة من بعض، لكن مش هوصل القطاعة لحرف العجينة من بره، يعني العجينة من الطرف خالص لسه ماسكة في بعض. وهبتدي ألف العجينة من ناحية الجبنة لحد الجزء اللي أنا مقطعاه بالشكل ده، كده التحكم فيها هيبقى أسهل ومش هتتفتح مني وأنا برفعها من على الرخام. بعد كده هلحم الطرف بتاع العجينة مع بعض، وبكده الفطاير بقت جاهزة بالشكل ده. الطريقة دي أسهل بكتير وأضمن كمان. خلاص خلصت الفطاير وسبتها تخمر شوية في الصينية أو على الصاج، وهبتدي دلوقتي أحضر البيضة اللي هدهن بيها وش الفطاير. عندي بيضة كاملة وحطيت لها كيس فانيليا، ودايما بقول ما تقلقوش مع الفانيليا مع البيض، النتيجة بتاعته ممتازة. الفطاير بتلاقي لها ريحة مميزة جدا جدا، بخلاف ان انتي تستخدمي البيض لوحده او البيض واي حاجة تانية، سواء بيض مع حليب او بيض مع خل او الاضافات الكتيرة دي. جربي الفانيليا وان شاء الله مش هتندمي. خلاص انا سبت الفطاير اختمرت شوية. بعد كده هجيب البيضة المخفوقة وابتدي ادهن الوش بالشكل ده. مش فاضل غير ان انا ادخلها الفرن. طبعا الفرن لازم يكون سابق التسخين، بتكوني مسخناه من الاول، والفطاير دي هحطها على الرفل في النص، والنار هتكون شغالة عندي من تحت بس، احنا مش هنستخدم الشواية نهائي. قعدت معايا ربع ساعة في الفرن، انا ظابطة الفرن على درجة حرارة 200 وطلعت بالشكل الممتاز ده. الفطاير مستوية جدا، بس هو فيه كده وحدتين تقريبا الجبنة فتحت كده من حتة صغيرة، علشان كده احنا لازم نقفل على الجبنة كويس قوي. تمام، اول ما طلعت وهي سخنة كده انا حبيت ان انا ادهنها بفرشة من الزبدة، وغطيت الفطاير بالفوطة وسبتها كده 5 دقايق لحد ما هديت من السخونية اللي فيها. بعد كده بتلاقيها طرية معاكي وممتازة جدا، مستوية تسوية حلوة قوي، طرية، الحشو جوه مديها طعم لذيذ. وجربي طريقة النهاردة وان شاء الله هتعجبك جدا. والسلام عليكم.